السلام عليكم، مرحبا البنات، ان شاء الله كاع تكونوا بخير. مرحبا بكم في الفلوغ تاعي الاول. نتمنى كاع تكونوا بخير وبصحه وعافيه، وان شاء الله الاهل تاعكم كاع يكونوا بخير. اليوم راح نسيي معكم هذا الكوكتيل تاع لي فوي دو مير، اسماك مشكله. داكو، غادي نسييه على الطريقه الايطاليه اللي هي سهله سهله سهله، بلا صوص طوماط والثوم والبصل ودي زيبيس. داكو، غادي نسيي البهارات. المهم هذا 400 غرام، كما راكم تشوفوا معايا فيه 400 غرام. خلصت 50 ميل. داكو، اسافوار اون كونجلي، كما راكم تشوفوا انا جوي كونتخ هاد سوالح كونجلي. غادي نسييه تكون فاتح موان شهر، ميم كيما راكم تشوفوا معايا بالك راه يبان لكم فيه الاخطبوط، فيه الجمبري كيما كاتبين بدون قشر، فيه اطراف الكالامار، فيه هذاك اللحم الداخلاني تاع الكراب، فهمتوني. ميم القيمه الغذائيه تاعه تبان لي صافا مليحه. غادي نسيوه ان شاء الله اليوم، راه كونجي. غادي نخلي دي كونجي شويه، يطلق شويه، ماشي كاع حتى دي كونجي ليما ياك. راني وجدت الزيت تاعي في المقله، اول حاجه غادي نقليه في الزيت. داكو، وتشوفوا معايا المراحل. مرحبا بكم، راني حليت معكم هذا الكوكتيل. فوالا، ها هو المحتوى تاعه كومبلي، مازال شويه ما كونجلي. داكو، ما راحش نخليه دي كونجلا كاع، غادي نخليه دي كونجلا شويه يقعد يشد روحه. داكو، كيما راكو تشوفوا المحتوى ها هو. داكو، كلشي نظيف مقطع مليح، كميه صافا معتبره بوغ 3 بيرسون. ولا هذيك هي لاصوص طوماط جا اكسترا. غادي نحمي تاع الزيت دروك ونقيس فيها هاد المحتوى. قعدوا معايا البنات. بعد ما سخنت الزيت راني قصت الحوت تاعنا راه فوق المقله، هذا هو بدا يتقلى. داكو، اون اتوندون الله يتقلى مليح، غادي نقطع البصل في الميني عشوا، نقطعه بيان، والثوم ثاني نرابيه بيان، سينو في ندقوه في المهرس. داكو، ونزيدوه مع الخليط تاعنا بعد ما يتقلى بيان سور تري بيان. البنات، راهو ديكونجلا كاع كيما في الاول قلت لكم تاع بوغ 3 بيرسون، بصح راكم تشوفوا كي ديكونجلا راهو ولا غير شويه، راهو ولا غير شويه كيما راكم تشوفوا. سما هذه اون بيرسون ويلا قدات راكم تشوفوا. داكا، راهو طلق الماء تاعها كاع كيما كان مكونجلي وكلش في داك الزيت، نقطعه عليا يوم يوم. غادي نزيدوه معاه البصل والثوم. داكا، غادي نديرو معاه هاد الكميه بصله كبيره. داكا، وثلاث حبات ثوم، ثلاث سنينات ثوم. داكا، ونخلوه يغلي في الماء تاعها كيما راكم تشوفوا معنا. رانا خليناه طاب 10 مينوت، راكم تشوفوا تقلص ولا والو. زدنا هي قلت لكم كيما قلت لكم الثوم والبصله. داكا، راكم تشوفوا ولا غير شويه. انا في هذا الوقت كنت ديجا وجدت الطوماطيج، درت ثلاث حبات، طحنتهم في الميني عشوا، راح نزيدها معاهم ونخلوها طيب، ونزيدوها زوج مغارف طوماطيج تاع البواطا. كما قلت لكم راني زدت طوماطيج لي مرابيه وبليطو مطحونه، وها هي مغرفة تاع طوماطيج تاع البواطا. غادي نخلطو ودوك نوريكم لي زيبيس لي استعملتهم. الو، هذه هي التشكيله تاع لي زيبيس لي درتها. اللي راح نديرها بليطو، ملعقه صغيره سكنجبير، ملعقه صغيره كركم، ملعقه صغيره كمون، ملعقه صغيره فلفل حار، وملعقه صغيره زعفران، ونصف ملعقه فلفل اسود، وعندنا هنايا ورقه تاع رند. داكو، غادي نزيدوها مع الخليط بالاضافه الى رشه تاع الملح. غادي نزيدوها مع الخليط عفوا، وان شاء الله غادي نزيدها لي زيبيس. داكو، ونخلطو. راكم تشوفوا ديجا الخليط تاعنا هو بدا يطيب. داكو، الطوماط شاي طيب. لي زيبيس ما نديروهمش في الاول نصيحه باش ما يتحرقوش. داكو، كيكونوا مع الزيت وكلش راح يروحو لهم كاع المنافع تاعهم. نخلوهم هكا مع التالي باش يطلقوا بنه شابه ومليحه. راكم تشوفوا راهم كاع المكونات تقلصوا، كي الكروفات كلش كلش تقلص. داكو، نزيد كيلوها شويه بالطوماطيش. اوكي، غادي نخلوها على نار هادئه لمده 10 دقائق. شوفوا البنات، راهي بريسك وجدت. داكو، غادي نزيد جوج دقائق نطفي عليها. راكو تشوفوا كيفاش نشفت، وكي تشوفوا المكونات تلقاهم باللي طابوا، باللي طابوا كلش. في هاد الاثناء ما تنساوش برك حاجه مهمه نشوفها، هي انكم تغطوها
فهمتوا باش هاد الزيوت وهاد النكهه كلش ما طيرش من المحتوى تاعنا، نغطوها وكلش. وانا طوندون راه يطيب، القطه هبلتني. وانا طوندون راه يطيب غادي نديرو مع بعض واحد سلطه دو فروي هاد داكور. تبعوا معايا لاخر فيديو، لاخر الفيديو باش تشوفوا المكونات السحريه لاسهل سلطه فواكه. قعدوا معنا كيما قلت لكم، غادي نديرو سلطه فواكه بمكونات بسيطه وموالمه لكل فصول. البنان راه موجود في كل فصول، وعندنا هنايا النكتارين داكو. يما عرفتش النكتارين، كاين بلدان ما كانش فيهم النكتارين. النكتارين هي شجره داكو، المشمش ملقم مع حاجه واحده اخرى الله اعلم شنو هي، من بعد نبحث ونكتبها لكم في صندوق الوصف داكو. عندنا البنان كيما قلت لكم، نكتارين، عندنا مربى الفريز، تقدروا اللي مخدوم في الدار تقدروا تستعملوا هذه من اجود انواع مربى الفريز. وعندنا نصف كاس جو ولا كاس صغير كما راكم تشوفوا. وعندنا هذا الياغورت اللي يدير الفرن كما راكم تشوفوا مكتوب، مي فريمون يعطي بنه ولا اروع. نسحقوا زوج بويض اللي نقولوا لي اربع اشخاص اوكي. نسحقوا زوج حبات بنان وربع حبات نكتارين داكو. غادي نبداو نقطعوا فاكهه ونولي معكم في طريقه التحضير. قعدوا معنا. كوكو لي في، انا قطعت البنان، درت زوج حبات بنان ودرت هنايا ثلاث حبات نكتارين باسكو جاتني بزاف راه حبات داكو. البنات اللي ما عندهمش نكتارين تقدروا تبدلوها بالخوخ ولا بالمشمش. انا جو بريفير النكتارين باسكو علاه تقعد تشده روحها، ماشي كيما الخوخ والمشمش جوج تقطعيه يطلقوا كاع. النكتارين نو، تعطي واحد لي فيك شغل تقعد جامده، تقعد كوسيونت داكو. الوغ يفي دروك غادي نزيدو الجو تاعنا، دو بريفيرونس يكون بيش ولا ابريكو داكو باش يطلق بيان، سينو اورانج داكو. البنات اللي عندهم القارص تقدروا تزيدوا عصره قارص، علاش باش تيقلع داك العطش وكلش. اون بليس دو سا البنات تاعكم ما يكحلش داكو، باسكو هذه ما تطولش، غادي الماكسيموم نص ساعه في الفريجيدير تكون بردت اوكي. غادي نزيدو مع بعض هذاك الياغورت اللي وريته لكم. البنات فريمون هذا سي فري صغير، ياغورت صغير بصح والله لا فيه واحد البنه ما شاء الله داكو. خير البنه اللي بغيتوها، انا درت فواكه الغابه ودرت على البنان، درت زوج اوكي. زيدو الثانيه فريمون نبغيها هاد سلطه دو فروي كي تكون هكا بالياغورت، ميم يكونوا دي فروي واحد اخرين بصح هادي اكسبسيونيل داكو. هاني سلا دوزيام اوكي، ميم مغذيه ودري صغار يبغوها. غادي نخلط المكونات كاع مع بعض كيما راكم تشوفوا، وتجيك شغل ليكيد، ما تجيش ناشفه كيما لي سالاد دو فروي الاخرين. كاين اللي يحب يكونجليها وياكلها كيما لي كلاص، هادي تقعد اختياريه داكو. راكم تشوفوا اني قطعت عشوائيا داكو، وهكا بيت كومبلي قطعهم، قطعت عشوائيا. هادي الصيف والبحر والصحراء تاع الليل كلشي تنفع، السهرة الرمضانية ونسي كلشي تنفع داكو. البنات دروك غادي نزيدو مع بعض الكونفيتور اللي قلت لكم عليه، كونفيتور دو فريز داكو. انا جو بريبار لو فريز لي فريز، مي الا عندكم كونفيتور واحد اخر على حسب الذوق داكو، بصح دو بريفيرونس الفريز. يام في واحد البنه تبل داكو. نزيدو مع بعض مغرفه كبيره كيما راكم تشوفوا، ونزيدو النصف تاعها اوب 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 فوالا داكو. الوغ البنات كاين الناس اللي تبغي السكر بزاف، انا ما نبغيش السكر بزاف، نبغي عادي، نبغي الفواكه ندوق بنتها داكو. كاين اللي يبغي السكر بزاف يزيد السكر داكو. صح دو بريفير كيما قلت لكم ديجا، الحلاوه الياغورت حلو والكونفيتور حلو بلوس الحلاوه تاع الفاكهه اوكي. البنات ها هي راهي واجده التحليه تاعنا، غادي نخلوها في الفريجيدير تريح دو بريفيرونس نص ساعه حتى لساعه مليحه تبرد وتطلق فواكه دوك يطلقوا. ما تخلوهاش بلوس كو ساعه باسكو البنان يطلق الكحوليه، راكو عارفين يتاكسد داكو. غادي نتلاقاو في طبق التقديم، راهي ديجا طابت
طابت الفواكه البحر تاعنا داكو. نتلاقاو في طبق التقديم. ما تنساوناش البنات ديروا لنا لايك وتضغطوا على زر ابوني لتحت هذاك الزر الاحمر داكو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع جديد. وماذا بكم تدعمونا بالبارطاج. ميرسي. الوغ البنات الوغ البنات الوغ البنات هذا هو الطبق تاعنا تاع اليوم لي فروي دو مير بلا صوص طوماط على الطريقه الايطاليه داكو. نعتذر عن التزواق، انا شويه مع التزواق داكو، دي فوا يطيح لي الالهام ودي فوا ما كانش. وها هي التحليه تاعنا كيما راكم تشوفوا، تحليه ممتازه بكميه وفيره وبمكونات ماشي مكلفه، مكونات جد عاديه كيما راكم تشوفوا. راكم تشوفوا ها هو تجي سائله، ما تجيش ناشفه ولا يابسه كيما الفلون داكو، وتكون كيما نقولوا تعمر العين. مرحبا بكم البنات، ما تنسوش تدعمونا بزر الاعجاب واللايكات، ولا عجبتكم لاوسات كتبوا لي في التعليق، ولا ما عجبتكمش ثاني كتبوا لي في التعليق تعليقاتكم تهمني. ما تنسوش ديروا ابوني وتبارطاجوا لا فيديو مع صحاباتكم باش يتعلموا الطبخ. مانيش نقول بلي انا شيف، مي الحاجه اللي نعرفها راح نشاركها معاكم داكوغ. هذا سي مون برومي فلوغ داكوغ، شاركتكم العشاء تاعي تاع اليوم داكوغ. الى عندكم اقتراحات ولا وصفات ولا حاجات حابين تشوفوهم كتبوهم لي في التعليق، وان شاء الله راح ندير مجهودي باش نوريها لكم. مرحبا بكم في القناه تاعي وشكرا على المتابعه. راني درت لو ماكسيموم تاعي باش لا فيديو تجي صغيره داكوغ، اختصرت لكم لو ماكسيموم باسكو على بالي بزاف ناس ما يبغوش كيكون لا فيديو طويله. شنقول لكم صحه عشاكم ولا صحه فطوركم، مرحبا بكم ونتلاقاو في فيديوهات اخرى. الى اللقاء.